وبأولى مساحاتنا الصباحية. دائما نحن بفصل الشتي بصير في تغييرات كتير كبيرة على نظامنا الغذائي وحتى على الشهية. شو يا نرمي، شو أكتر شيء هيك بتعاني منه بفصل الشتي؟ بعاني من كثير اشياء، كلنا بنعاني بفصل الشتاء. هلا بعدي لها المعاناه الاقتصاديه، روحي لي يعني. لا اكيد يعني عم نحكي احنا اكثر شيء الحلو، يمكن حاجتنا للحلو بكميات كبيره بتكون خصوصا بساعات متاخره. كمان زياد عدد الوجبات، النقرشات، وخصوصا نحن بنظامنا الشتوي كلياتنا بعد الخمسه سته بنرجع على بيوتنا. صحيح. ومن هون بقى ببلش. وبقول لك يعني بالنظام الغذائي انه اخر وجبه الساعه 7 المساء، فاللي عنده ملتزم بشغله وعنده دوام ملتزم بشيء برا البيت، فاكيد ما راح يقدر يلتزم بهذا النظام الغذائي. هذا النظام والخربطه اللي بتصير خصوصا مثل ما قلنا بالشتاء بسبب انخفاض درجات الحراره على الجسم، بصير الجسم يطلب طاقه اكثر وحريرات اكثر. راح نحكي عن هذا الموضوع بفصل الشتاء، نحن كيف قادرين خلينا ولو شوي ننظم يعني موضوع الصحه والتغذيه. ضيفتنا لليوم هي ديما سلوم، اخصائيه تغذيه. يسعد صباحك ديما، واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا، وشكرا كثير لكم على هاللقاء الحلو. ويسعد صباحكم متابعينا. اهلا وسهلا فيكي. يعني خلينا بالبدايه نحكي عن اهم التغييرات اللي بتطرأ على الجسم مع فصل الشتاء. هلا فصل الشتاء بيطرأ كثير تغيرات على الجسم بسبب انه انخفاض كبير بدرجات الحراره. هذا الشيء بيأثر على الجلد، على البشره، على الشعر، حتى هي خارجيا، حتى داخليا كمان بيأثر على اجهزه الجسم اغلبها. يعني في عندنا مثلا بالجسم انخفاض درجات الحراره بيعطي اشارات لدماغ الجلد، بيعطي اشارات لدماغ انه درجه الحراره عم تنخفض. طبعا هي درجه الحراره الطبيعيه 37 37.5، فبيعطي اشاره لدماغ انه درجه الحراره عم تنخفض، مشان الدماغ يزيد معدلات الاستقلاب، مشان الجسم يصير ينتج حراره لعدل حرارته لتصير مناسبه للجو الخارجي. فاضافه انه في تغييرات نفسيه كمان بتزيد معدلات الكآبه بالشتاء بسبب انه طول الوقت بالليل والنهار قصير بيكون والليل طويل، قله الحركه ساحتنا اكثر من الاكل بتكون قله الحركه والخمول. يعني بالصيف تلاقي دائما اغلب الناس يعني انشطه رياضيه أنشطة تانية مثلا بيطلعوا من البيت، بالشتوية أغلبها بتضل هيك في كنكنة، في قلة حركة، في خمول، فهذا الشيء بيزيد معدلات الكآبة عند كثير من الأشخاص. طيب كونه عم نحكي اليوم فتنا على الناحية النفسية وقلتي اضطراب نفسي، خلينا نحكي اليوم شو علاقة النظام الغذائي بالاضطراب النفسي؟ بنشوف أشخاص كثير إذا انزعجوا بيروحوا للأكل، إذا فرحوا بيروحوا على الأكل، تقلبات الشتوية كمان عم تدفعهم للأكل، أحيانا بيقول لك أنا مالي اللي عم فيش أهرب الأكل. قد ايه اليوم العلاقه نفسيا بين النفسيه والتغذيه؟ هلا هو العلاقه كثير قويه. يعني لما حدا بينرسم نظام الغذائي اليومي، اي شخص بينرسم نظام الغذائي اليومي بيكون له علاقه بسلوكياته الغذائيه من لما خلق. شو هي السلوكيات الغذائيه اللي عم يمارسها يوميا او اللي كان عم يخضع لها كونه هو كان ضمن اسره معينه، ضمن يعني تحت وجود تحت رعايه الاب والام. فانه اغلب السلوكيات اللي بتكون من هو وصغير فهي بتكبر معه لحتى يصير كبير، وبتصير عادات غذائيه، وبتصير لها علاقه بالحاله النفسيه. يعني الانسان بيرتبط مثلا بالاكلات اللي كان ياكلها عند اهله وهو صغير، بالاكلات اللي بتعمل له اياها امه، بيحب الشيء اللي ربي عليه، الشيء اللي كون له سلوكه الغذائي لما كبر. هذا الشيء بيتعلق بالمزاج، بينعكس على مزاجنا. يعني احنا لما بناكل اكله غذائيه مثلا او طبق او اي طبخه مثلا من البيت، نحن بتصير بتذكرنا بايامنا مثلا، حتى ايام المراهقه، حتى ايام. فهذا الشيء لما بياكل هي الاكله بيرتفع مزاجه. يا سلام اليوم اكلت اكله ذكرتني ماما كانت تطبخ لي مثلا لما بكون عند اهله. فكثير لها علاقه بالمزاج الاكل، حتى انه في ناس لما بتكون سعيده يلا نروح ناكل شيء طيب، لما بتكون زعلانه انا ضايق خلقي بدي اروح اكل. وفي بالمقابل في حاله عكسيه، في ناس كثير لما بتكون بحاله نفسيه سيئه بتصير بتبعد عن الاكل بشكل كبير. وبالمقابل في ناس تطلب كثير السكريات والدهون، يعني بتصير في عندها شراهه لهذا الموضوع. وفي نقطه كمان اضافيه، في ناس اللي بتكون في عندها تعلق كبير بالحلويات بسبب لها نوع من الادمان. يعني انا مثلا الشخص اللي بيكون عنده هذا الادمان بسيط، طبعا هو لما بيكون عنده هذا الادمان بيصير انه بيفكر اليوم ما اكلت حلو فناقصني حلويات، فبصير في رده فعل عكسيه على الجسم، نوع من التوتر والقلق والعصبيه، هذا الشيء ما بيروح لحتى ياكل الحلويات. طبعا في إلى علاجات يعني كثير مختلفه وانظمه غذائيه بتعالج هذا الشيء.
كثير مهمه هاي النقطه، لانه هي معاناه لكل الناس بالصيام الشتوي. صحيح. طيب خلينا نحكي اليوم عن نقطه انه مهمه، كيف نحن بنحافظ على شهيه مستقره؟ يعني نحن بفصل الصيف كلياتنا بتمر علينا حالات بنقول ماني مشتهي الاكل، يعني ابدا ماني قدران اكل. بالشتي بتنعكس الحاله تماما، كيف نحن فينا نحافظ على موضوع الشهيه؟ هلا موضوع الشهيه بيرتبط بوجباتنا اليوميه. هلا الاشخاص اللي بتاكل وجبات بتكون مستوى السكريات البسيطه فيها سريعه، لما بتفوت السكريات البسيطه على الجسم بتتحلل بسرعه، بيتم امتصاصها، بيتبلش امتصاصها من التم. على فكره السكريات البسيطه من التم للمعده مثل شو البسيطه؟ وقت نقول سكريات مثل السكر الابيض، كل شيء داخل بقلبه السكر الابيض، مثلا مثل الخبز الابيض، هي الاغذيه الخفيفه بتكون طعمها كثير حلو وبتكون خفيفه، مثل الشوكولا مثلا، مثل الكريمه، المعجنات. ايه طبعا كمان المعجنات، بس انه في انواع للمعجنات، يعني احنا عم نحكي معجنات اللي بتكون مصنوعه من الطحين الابيض، اللي بتكون مضافه لسكريات، بيكون فيها مواد خفيفه سهله الامتصاص. هذا الشيء بسبب انه امتص الجسم السكريات، ما في يعني خلال ساعه لساعه ونص بيكون الجسم رجع طلب اغذيه جديده، لانه خلص اللي موجود بالمعده استقلبه. تمام. فنحن لما بدنا نضبط هي الشهيه، موضوع هذا الشهيه، بيكون في عندنا نظام غذائي بيحتوي على عده انواع من الاغذيه. يعني مثلا الالياف، الالياف بيستهلك هضمها بالجسم حوالي الاربع ساعات، فاربع ساعات لتفضى المعده لتعطي اشارات للدماغ انه المعده فضيت، وانخفاض مستويات السكر بالدم لحتى انه يرجع الانسان يحس بالجوع. شو هي الالياف؟ يعني مثلا كل انواع الخضروات والفواكه، حتى الخضروات النشويه، البروتينات، كل شيء فيه الياف هو لازم يدخل ضمن الاغذيه اليوميه لحتى نقدر نضبط الشهيه. في شيء كمان مهم انه نحن ناخذ كميه من الدهون، كمان الدهون خاصه اذا كانت دهون يعني مصدر صحي، يعني ما انه مثلا دهون مشبعه، دهون ضاره. كمان الدهون مفيده لموضوع ضبط الشهيه، لانها هي الدهون بتعطي احساس بالشبع. وبتعطي احساس بالمتعه، يعني لما الشخص بيكون عم يتناول وجبه غذائيه فيها نسبه من الدهون بتعطي احساس بالمتعه، خلص بتخف الشهيه عنده، يعني بتقل مستويات الشهيه بشكل منيح. نحن هون عم نحكي عن انواع، ولكن في حصص اليوم نحن كمان نحن ما لنا قادرين نتجاوزها، الكمية تكون مفتوحة، كان بالخضار، كان بالدهون، كان حتى بالنشويات. اليوم إذا حبينا نعطي هيك نظام غذائي مناسب، يناسب مثلاً الفرد يعني خلال يومه، وما يروح يقطع على أنه ياخد حلو زيادة على اللزوم، ياخد السكريات، أنه جسمه يطلب طاقة فيروح لموضوع السكريات، شو ممكن إحنا نعطي نصائح بالنظام الغذائي؟ هلأ النظام الغذائي لقلك شو، هلأ كل ما كان النظام الغذائي متوازن كل ما كان مفيد جدا للفرد، كل ما كان صحي ومناسب لإله. أول شيء متوازن يعني بأنواع الأغذية اللي موجودة بقلبه، يعني المفروض النظام الغذائي اليومي يكون محتوي على المغذيات الكبرى اللي هي البروتينات والكربوهيدرات والدهون والمي، والمغذيات الصغرى اللي هي مجموعات الفيتامينات والمعادن. كمان المفروض الإنسان يحصل على حاجته اليومية من هاي المغذيات. هي أول شيء. ثاني شيء، في عنا حتى ضمن الكربوهيدرات في عنا سكريات بسيطة، في سكريات معقدة، في ألياف المفروض أن الوجبة الغذائية تحتوي على هذا الثلاث أنواع. البروتينات مفروض نأخذ بروتينات من مصدرين، المصدر الحيواني والمصدر النباتي. الدهون كمان مفروض نأخذ من المصدرين اللي هي دهون مشبعة بكميات قليلة، دهون غير يعني مشبعة. حتى أنا هيك نعمل، تعطينا أمثلة يعني وقت نقول دهون مشبعة، بروتين، شو الحصص اللي ممكن او تمام. شو مثلا البروتينات يعني. رح ناخذ مثلا البروتينات اذا اخذنا حصه اللحوم او البروتينات الحيوانيه، البيضه هي حصه، كاسه الحليب حصه، الالبان كمان حصه، شريحه الجبنه 40 او 45 جرام حصه، قطعه اللحوم اي نوع 30 جرام كمان حصه. بنقدر نحن هلا اللي بيكون عم يتبع نظام غذائي بيوزن لمره واحده، بيحفظ الحجم، بصير عنده الحجم محفوظ. مثلا الدهون، الدهون هي بتجي بالمطلق، حصة الدهون بالمطلق، يعني انه مثلا كنا عم نحكي على البروتينات، مثلا البيضه فيها 7 جرام او 8 جرام بروتين، بس البيضه هي وزنها 50 جرام او 70 جرام او 60 جرام. الدهون هي بتجي بالمطلق حصة الدهون، يعني 5 جرام مثلا زيت هي دهون، ما فيها شيء ثاني، ما فيها بروتين، ما فيها الياف، ما فيها سكريات. حصة البروتينات بيجي فيها نوعين، يعني مثلا كاسة الحليب بيجي فيها كربوهيدرات وبيجي فيها البروتين وبيجي فيها كمان الدهون، يعني هي فيها ثلاث انواع من الاغذيه. طيب
خلينا نحكي عن موضوع الخضار والفواكه، خصوصا الفواكه بفصل الشتاء هو الحمضيات يمكن اكثر شيء بيكون موجود، التفاح كمان والموز، هدول ثلاث انواع يمكن شائعين كثير بفصل الشتاء. خلينا الرمان قدامهم، الرمان كمان مزبوط، بس في ناس بيقللوا مروه على فرط الرمان فبيلجأوا لامور ثانيه. خلينا نحكي عن حصص خلينا نحكي عن الحصص اليوميه للحمضيات وقديش كمان بتفيد بموضوع تقويه المناعه. هلا اول شيء بالنسبه لاغذيه فصل الشتاء او الاغذيه او الخضروات والفواكه موجوده بفصل الشتاء، هلا ضروري كثير انه نحن ناخذ الاغذيه الموسميه اللي موجوده بكل فصل. يعني مثلا بهذا الفصل موجود الفواكه اللي ذكرتيها حضرتك، وفي كم نوع، مثلا الرمان كثير مهم كثير ضروري، عصير الرمان كثير بيساعد على خفض مستويات الدهون والكوليسترول بالجسم، يعني كثير مهم عصير الرمان بهذا الوقت. في اغذيه مثلا الخضروات، مثلا الخضروات الورقيه، السبانخ، الملفوف، البقدونس، السلق، هي الاغذيه كلها المفروض انه الشخص يتناولها بموسمها، افضل من انه والله مثلا انا يكون في عندي شيء مثلج او شيء محفوظ بيه. والاغذيه كمان في عندنا الاغذيه المجففه كمان كثير مهمه انه نحن نتناولها بفصل الشتاء، مثل الزبيب والتمر والمشمش والتين، إلى فوائد كثير بفصل الشتاء. طيب خلينا نروح شوي للمكملات الغذائيه. اليوم في كثير اشخاص بيقول لك انا مثلا وقتي ما بيسمح لي انا اخذ كل انواع الفيتامينات اللي بحاجه جسمي لها، ان كان بالبروتين ان كان باي شيء ثاني، فبنروح للكبسولات الدوائيه للفيتامينات. اليوم قدامهم نحن حتى لو اضطرينا نحن نروح لهدول الكبسولات ناخذهم معلش كرمال نحن مناعتنا وخاصة بفصل الشتاء. هلا هي المكملات الغذائية هي عنصر مهم يعني ضمن النظام الغذائي، بس لحسب أعمار معينة. يعني في عندك أعمار مثلا الشباب يعني لحد 40 بيقدر الإنسان ياخذ حاجته اليومية من الأغذية والفيتامينات والمعادن من الغذاء، باستثناء فيتامين د. طبعا فيتامين د نحن بنعرف إنه بيتاخذ من الشمس، وفي له ظروف معينة، يعني إذا كان الشخص بحاله مثلا نفسيه، بحاله كآبه، بحاله صدمه، بحاله هي، فبترتفع مستويات الكورتيزول بالجسم، هذا الشيء بسبب ضعف تكوين فيتامين د وضعف امتصاصه بالجسم، فبنلجأ للمكملات الغذائيه. وبنلجأ للمكملات الغذائيه في حالات المرض، في حالات نقص الفيتامينات بالجسم، في حالات بعض حالات الرياضيين وعند كبار السن، ضروري كمان وكبار السن انهم ياخذوا المكملات الغذائيه اللي هي مناسبه لحالتهم الصحيه. استشاره طبيه، بس في كثير اشخاص بتقول لك انا اليوم اشتريت علبه فيتامينات شامله عم باخذ حبه كل يوم هيك لحالهم. يعني هلا هي لقلك شو، هلا المفروض في تكون تحت اشراف، المفروض تكون تحت اشراف طبي، المفروض تكون بعد تحاليل. بس هلا اذا كانت جرعه داعمه للجسم، يعني هذا الشيء ما بيمنع، اذا جرعه داعمه يعني في بيكون نسب قليله ونسب داعمه، بيكون الشخص هو بيعرف حاله انه هو ما عم يتغذى بشكل منيح او ما عم يدخل على جسمه كل العناصر المفروض انه ياخذها بشكل يومي، فهذا الشيء ممكن يكون. بس عند كبار السن كنا بدنا نحكي نقطه انه بصير الامتصاص عندهم ضعيف لهي المواد ولهي المعادن والاغذيه والفيتامينات، فكثير مهم يعني انه يكون في جرعات داعمه. مثلا اللي عم يعاني من هشاشه عظام ممكن نعطيه جرعات داعمه لهذا الموضوع، نوع مثلا من المكملات الغذائيه. اللي عنده مثلا مرضى سكري بيكون في عنده التهابات بالاعصاب، كمان مفروض انه هن ياخذوا جرعات داعمه للاعصاب، فيتامينات ب واحيانا فيتامينات د وهالقصص، مغنيسيوم كمان كثير مهم لهم. تمام. خلينا نحكي كمان عن موضوع دائما نحن بنأكد عليه، ممارسه الرياضه بكل الفصول وخصوصا بفصل الشتاء. خلينا نحكي عن المده الزمنيه، كونه بيكون الطقس بارد يمكن الواحد ما كثير بيقدر يروح على النادي، ظروف الحمام بدها تيجي بعد النادي، بخاف الواحد يعني يمرض يصير معه حالات زكام الى اخره، قديش هي المده الزمنيه؟ يعني الحد الادنى لازم الواحد يلعب فيه رياضه لحتى يعني يتمتع بنوع من اللياقه اذا بدنا نقول. هلا هي رياضه كثير مهمه للجسم، بس فعلا بالفعل في ناس كثير بتخفف بفصل الشتاء وبتقلل المروه، ومنهم انا يعني كمان يعني عندي هدول الشهرين ابدا، فانه هي كثير عنصر مهم كثير للجسم. المفروض يوميا يكون في عندنا نص ساعه مشي 30 دقيقه اقل، طبعا انا بحكي على الحد الادنى، ما بحكي على الرياضيين، عم نحكي عن 30 دقيقه باليوم مشي، طلعت دراج، نزلت دراج، روح على الشغل، رجع من الشغل، فالمفروض يكون في عندنا 30 دقيقه باليوم. طبعا الرياضه لها تاثيرات كثير مهمه على الجسم، بتزيد تدفق الدم بالاوعيه الدمويه، بتقوي العضلات، بتقوي حتى العظام، بتزيد متانه الجسم، وحتى بتحسن الحاله المزاجيه للانسان.
لانه انا بس ما مارست الرياضه صار في عندي جهد بدني بشيء معين لدرجه معينه، بصير الدماغ العضلات تعطي اشاره للدماغ انه هي بحاله تعب مشان يفرز الهرمونات اللي هي بتعطي الراحه والهدوء للجسم. فهي فعلا عنصر مهم خلال النهار انه نمارسها ولو 30 دقيقه. طيب خلينا نحكي على نقطه ذكرتيها ببدايه حديثنا، انه نحن دائما ومعظمنا اليوم يعني وين ما مين ما سالتي بيقول لك انا بفصل الشتاء بعاني اني انا باكل حلو كثير، بروح لموضوع الشراهه، يمكن مثلا تخف طلعات البيت، بتخف الرفقه، بتخف النشاطات، فبتروح القصص للاكل اكثر. اذا هيك كونك حضرتك اخصائيه تغذيه واكيد عندك نظره او عندك معلومات، يعني احنا خلال يومنا شو هي الشغلات ممكن ناخذها خفف موضوع الشهي، ان كان لكل حدا عم يشوفنا اليوم اكيد في كثير ناس بيعانوا من هي النقطه، يعني ان كان بالمشروبات وان كان بالوجبات الغذائيه من دون ما نروح نحن للادويه اللي بتسد الشهيه وهدول القصص. تمام. هلا لقلك شو موضوع الشهية، حكينا موضوع السلوك الغذائي، هي مرتبطة نوعا ما بسلوكيات غذائية ومرتبطة بشيء ثاني بالنظام الغذائي اليومي. أنا لما بدي استهلك أشياء سريعة الامتصاص بالجسم هذا الشيء بيأثر على الشهية، بس لما باخذ شيء امتصاصه طويل، فترة امتصاصها طويل بالجسم، فهذا الشيء بخفف الشهية جدا بالجسم، إضافة إنه كان لازم يكون النظام الغذائي صحي ومتوازن. يعني بيدخل فيه جميع الأغذية اللي هي موجودة اللي بيتكون منها النظام الغذائي. موضوع انه مثلا البروتينات، الألياف كثير بتخفف الشهية. مشروبات اذا مشروبات ساخنة مثلا الشوربات كثير مهم، الشوربات اللي يكون فيها مثلا شوربة الدجاج مع العظم، يعني نحط فيها العظم تبعها، بتعطي حرارة للجسم، بتدفي الجسم، وبتعطي كثير انواع، بتعطي كمان كل شيء اغذيه، كل شيء مركبات ناقص الجسم، مثل انه الاجسام المضاده اللي بترفع المناعه وبتغذي الخلايا التائيه بالجهاز المناعي. هلا لقلك شو انه مثلا موضوع الشهيه بدنا ناخذ شيء نحن اقتصاديا اليوم اي حدا عم يشوفنا قادر انه يطبق هي القصص، يعني الحبوب مثلا اللي بتكون مع الاغلفه، يعني مثلا القمح الغير مقشور، خبز النخاله، الخضروات الورقية، الخس والبقدونس والبندورة نكون مع القشور تبعها. شو يعني مع القشور؟ يعني البندورة مثلا ما نقشرها، الخيار ما نقشره، القمح بتجي حبة كاملة ضمن القشرة، هي الخبز النخالي اللي بيكون مع الأغلفة تبعه، العدس العدس الأسود مثلا القشرة معه مو الأحمر، تمام؟ البرغل مثلا، الفريكة، هدول كلياتها هي غنية بالألياف وبتخفف الشهية. وفي مشروبات كمان مثلا القرفه والزنجبيل والكركم، الكركم اضافته على الشوربات كثير مهم، مثلا شو عملنا شوربه عدس ضفنا لها كركم وشويه فلفل اسود، لانه الكركم في ماده هي الكركمين بتتفعل اكثر بكثير لما بنحط لها الفلفل الاسود. ف يعني هذا طبق شوربه العدس مع المواد المضافه لها مع التوابل بخفف الشهيه، يعني انه بياخذ جزء من المعده. طيب خلينا هيك بالوقت المتبقي نقدم نصائح اخيره لكل الناس، كيف ممكن قد ما فيهم يضبطوا موضوع الوزن والشهيه، وخصوصا نحن بنعرف بفصل الشتاء، يعني هي من الشغلات اللي كثير صعب الواحد يقول بدي بلش نظام غذائي بفصل الشتاء، خصوصا بالاوقات البارده. هلا هو فصل الشتاء الليل طويل، يعني احنا بنقول دائما خلص بكره من بكره، فبصير في وقت كثير، فبصير الشخص بده يلهي حاله، قاعدين على النت وقاعدين على التلفزيون قاعدين، فبصير الواحد بيلهي حاله باشياء تكون انه مثلا يتسلى فيها. هلا المفروض انه نبعد قد ما بنقدر عن الاشياء الغنيه بالدهون المشبعه، يعني مثلا الشيبس والحلويات اللي كثير دسمه، الحلويات اللي فيها كميه سكريات كبيره، نحاول نتجه اكثر مثلا للبشار، اذا عم نحكي على السناكات مثلا، للفواكه، الفواكه الموسميه اللي موجوده ضمن الموسم، للمكسرات كمان، المكسرات مهمه يعني فيها دهون صحيه، اذا عم نحكي على الدهون الصحية. مثلا خلال نهارنا لما بيكون في عنا مشاوير نقضيها مشي، يعني نروح مثلا مشي نرجع مشي، لأنه هذا الشيء بيحرق، بيزيد من الحرق، بيزيد من حرق الدهون بالجسم، وبيساعد على تنشيط الجسم، ونفس الوقت بيلهي الدماغ عن موضوع أنه الجوع، عن موضوع الشهية. ممكن كمان الشخص يلهي حاله بشيء ثاني، يعني مو شرط يضل عم ياكل، ممكن نلهي حالنا بشيء ثاني مثلا بدراسه شيء، بالفرجه على شيء مثلا شغلة. بس كمان الكتاب بده تسلاي كمان الكتاب بس كنت اسالك على موضوع الخبز الابيض والاسمر، دائما بيقولوا لك انه كمان
الكميه بس بشكل سريع انه حتى لو اخذتي كميه كبيره انت عوضتي كانك اخذتي الخبز الابيض، صح هي المعلومه او لا؟ هلا لك شو الحصه من الخبز الخالي نفس الحصه من الخبز الابيض ككالوري، هن نفس الكميه نفس القيمه نفس القيمه ككالوري كطاقه. شو الفرق؟ بس كفائده اول شيء هي موضوع الفائده انه هو الخبز الخالي في قشور القمح اللي هي بتحتوي على كميه اكبر من فيتامينات بي ومعادن ثانيه. الشيء الثاني انه هي الالياف شوي بتبقى بالمعده اكثر، بتعطي احساس اكثر، بتعطي احساس بالشبع، هذا ما بيكون يعني بيساعد المعده اطول أكثر اطول، هذا ما اطول. بدنا نشكرك، شكرا كثير لك اختصاصيه اغذيه ديما سلوم على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا لك ويسعد صباحك.